اهلا بيكم من جديد مشاهدينا الكرام. وصلنا اكيد دلوقتي لفقره سهم وقوس، واللي منورني فيها الكابتن محمد مصطفى ممس نجم نادي الزمالك السابق. منورني يا كابتن. نور بيك، ربنا يخليك. إيه سعيد جدا اكون معاك. انا سعيده اكتر والله، بشكرك جدا يعني. الله يخليك، الله يكرمك. يعني يا كابتن كده، بما انك موجود معايا النهارده اكيد لازم هسالك على مباراه فاركو. شايف المباراه دي ممكن تمشي ازاي ان شاء الله؟ اولا مباراه صعبه، لان فاركو الريتم بتاعه في الزياد، وهم في موقف صعب، فهتلاقي اكيد الموقف هيخلي المباراه ليها اهميه كبيره جدا. لكن طبعا ان شاء الله نادي الزمالك قادر على ان هو يفوز ب3 نقاط ان شاء الله. ان شاء الله. يعني شايف من وجهه نظرك الزمالك ممكن يبدا بشكل هجومي اكتر او بشكل دفاعي اكتر؟ شايف يعني سير اللقاء هيكون عامل طبعا ازاي؟ الزمالك مطالب بكل مباراه ان هو ياخد 3 بونت. اكيد هيبدا هو يكون فاعل مش رد فعل، واكيد عنده طموحات ال3 بونت هتبقى اعلى بكتير. لكن الصعوبات كلها في ان فاركو في موقف صعب، فهتلاقي. وبعدين ملاحظ فاركو في الفتره الاخيره ان الكيرف الفني بتاعه نزل عالي. عندهم نجوم كتير في الفتره الاخيره، بدا وحش ودلوقتي الكيرف بتاعهم يعني عملوا ماتشات كويسه في الفتره الاخيره، وفي ماتشات قدروا يكسبوها، بس الاداء الفني كويس. فدي خطوره المباراه. لكن الزمالك قادر طبعا ان هو يبقى هياخد المبادره الهجوميه، واحنا ماشيين كويس وعمل ماتش كويس قوي اللي فات، وكان لنا فرص كتير والاداء كان كويس جدا. اعتقد ان الزمالك هيبقى في البدايه بتاعتنا تبقى بدايه هجوميه وبدايه قويه، ويبقى عنده رغبه كبيره جدا في ان هو يحسم المباراه بدري ان شاء الله. ان شاء الله. طب شفت يعني احنا بما انك اتكلمت على سيراميكا كليوباترا، شفت ازاي المباراه دي؟ شفت طلعنا منها بايه، وايه اللي نقدر نستغله بقى في المباراه القادمه امام فاركو؟ اولا سيراميكا كليوباترا من اكتر من الفرق اللي بتعجبني ادائها الفني في المباراه. بيلعبوا كره حلوه، فريق محترم جدا. فريق محترم جدا، ولكن احنا كنا الافضل وكنا الاحسن. طبعا دي حقيقه. طب حضرتك اتكلمت على نقاط الضعف، قلت محتاجين نستغل نقاط الضعف. من وجهه نظرك ايه هي نقاط ضعف فاركو وازاي نستغلها بقى؟ عندهم مشكله في القلب، وعندهم في وعلى الاطراف بيبقى فيه على طول في زيادات، وما فيش تغطيات. الكرات العكسيه عندهم فيها مشاكل، واخد بالك؟ هم بس مميزين في حته بيعملوا كثافه عدائيه في نص الملعب، فانت برضو لازم تشتغلي على ازاي تعملي خلخله لنص الملعب، وتشتغل على الاطراف اكتر، وتشتغل على الحاجات العرضيه كتير. الحاجه الثانيه لازم يبقى في الريتم يبقى اسرع من كده في التحضير. احنا عندنا الريتم بطيء شويه، فالريتم بتاعنا يبقى على اسرع. فدي بتيجي ازاي؟ بالناس اللي معاهاش الكوره لازم تكون بتتحرك للراجل اللي معاه الكوره عشان تديله حلول كتير ان هو ياخد قرارات سليمه. لكن لما نكون مع راجل معاه الكوره ومحدش بيتحرك له، هو الراجل اللي معاه الكوره ضعيف. صح. اللي بيخليه قوي الناس اللي معاهوش الكوره، اللي هي بتتحرك له بدون كوره. فلازم التحضير يبقى فيه رتم اسرع من كده، علشان انت بتقابلي تكتلات دفاعيه، هتلاقي وانت معكش الكوره، واحنا يعني هو الفرق الخصم هو معهوش الكوره، هتلاقي كله تحت الكوره، فالمساحات بتضيق. فلما المساحات بتضيق وانت بتحضري ببطء، فصعب تجيبي هدف. الهدف يجي ازاي؟ مع باص سريع، تحركات سريعه، وقرارات سريعه، وتبقى في قرارات سريعه، وتبقى في حاجات مفاجاه للخصم، سواء من على الاطراف، من العمق، التصويب، شغل مع الجناب كتير، جناب كامله، ويبقى الهاف والباك والفيرد مع بعض عاملين جبهه. الكرات العكسيه بنتعامل معاها ازاي؟ واحد على القابل قريب، واحد على القابل بعيد، واحد تحت الكوره. يعني لازم يبقى في حلول كتير، وانت عندك اللعيبه اللي تقدر تعمل الكلام ده. طبعا عندنا دلوقتي لعيبه كويسه جدا مهاريه، والحمد لله احنا نواحي الدفاعيه عندنا افضل شويه من السنين اللي فاتت، فنقدر ان احنا نعمل توازن كويس جدا بين الدفاع والهجوم. بس خلي التحضير بتاعنا يبقى فيه سرعه شويه في اداء الكوره يعني. صحيح. طيب كابتن محمد، شايف منطقيا تتوقع كده فوز نادي الزمالك، ولا تتوقع ان ممكن يحصل سيناريو معاكس ويفوز فاركو؟ لا ان شاء الله انا متوقع فوز نادي الزمالك، لان ادائنا الفتره الاخيره كويس، والراحه اللي احنا خدناها دي فرقت مع اللعيبه، اللي هو اللي احنا لعبناه الماتش اللي احنا ما لعبناهوش، فهتحس ان في اريحيه شويه، اللي كانت فيه لعيبه مرهقه جدا من توالي المباريات. فان شاء الله بالعكس انا متفائل جدا ان احنا الماتش كويس، لان احنا برضو الزمالك في الحته الفنيه الكيرف بتاعه افضل من فاركو. طيب بما انك اتكلمت على الاجهاد البدني، احنا عندنا تلاحم في المباريات بشكل كبير، شايف ازاي مستر جامز يجهز بقى اللعيبه بتاعته بدنيا ونفسيا في ظل تلاحم المباريات اللي بنعاني منها؟ احنا زي ما قلنا قبل كده، الماتشات لما بيكون فيها تلاحم ما بيبقاش فيه شغل كتير، بتشتغلي يعني على حاجات الاستشفاء. صحيح. وعلى الكور الثابته اللي ليكي واللي عليكي، وعلى الشفتات اللي بتحصل مع الفرقه،
مش المفروض ان هيبقى فيها تغييرات كتير. انا من مدرسه الـ ان احنا نثبت اثبت واكتر واحد مجهد في الخط ده يبقى في كل خط على الاقل في واحد بس. لكن انا مش من انصار اخلص اغير خمس سته سبعه، بتبقى في مشاكل فنيه، الانسجام بيقل جدا وتبقى في مشاكل فنيه دير. لكن انت النهارده بتيجي خط الظهر، مين اكتر واحد مجهد في الحته دي؟ حسام. حسام يريح واحط البديل. نص الملعب مين اللي اكتر واحد جه الفتره الاخيره وبيبان؟ يعني طبعا بس لو انا اختار الشخص اللي هو اكتر شخص بيكون، لكن ما اعملش خمسه سته تغييرات والاقي الفرقه كلهم ما فيش انسجام. صحيح، دي حاجه مهمه جدا. صحيح. وبعدين تلعب المباريات ده بيبقى كله شغله، بيبقى شغله كله تحفيز، الاستشفاء مهم جدا، بتشتغل على الكور الثابته اللي ليكي واللي عليكي، واخده بالك؟ بتشتغل على الاخطاء اللي انت وقعتي فيها من مش من الحركه، من الثبات. يعني النهارده عندنا مشكله في الحته الدفاعيه بنعملها بدون جهد، ازاي نتحرك، ازاي نقفل، ازاي نطلع بالكوره، كلها من غير جهد بدني. فهي بتبقى الشغل في بيبقى الشغل لما يكون المباريات مضغوطه، هو ده بيبقى السيستم على مستوى العالم. الاستشفاء وده افضل من وجهه نظرك، افضل مدرسه طبعا. انت لو عملتي حاجه غير كده هتحصل اصابات. صحيح، لو عملتي اي حاجه عليتي بالعدد البدني او زودتي في الوقت التدريب، في وقت التدريب نفسه، كل ده حمل على اللعيب. طبعا يعني انت النهارده اللعيب لما بيقف ما بيعملش حاجه لمده ساعه ونص، ده حمل عليه. فانت هتلاقي كل الفترات اللي زي دي هتلاقي التمرين كمان الزمن بتاعه مش كبير. طبعا يعني ده لان الوقفه دي بتبقى مرهقه للعيب. طب ونفسيا يا كابتن، من وجهه نظرك نفسيه اللاعب بتفرق اكيد، يعني حضرتك اكيد طبعًا عارف طبعًا حاجه زي طبعًا كده. طيب نفسيا ازاي لعيبه الزمالك دايما تحت ضغوطات ودايما تحت مشاكل او هجوم، او يعني دايما لاعب نادي الزمالك ده بصي عايز واقع تحت اللي لعب في الزمالك او الانديه الكبيره ده مش اي حد اللي بيتحط تحت ضغوط. ده انا بقول له التيشيرت نفسه حمل عليك. صح. يعني انا بحط حتى بقول للعيبه الصغيرين، انت اللي لابس تيشيرت نادي الزمالك ده، دي مسؤوليه كبيره. صحيح. فاللي مش قد المسؤوليه دي مش هيلعب في نادي الزمالك. فده وضع طبيعي ان انت كلعيب كوره في العصر ده لازم تكون مؤهل نفسيا ان انت بتلعب تحت ضغط. دلوقتي تحت ضغط التيشيرت، تحت ضغط الجماهير، تحت ضغط اداره، تحت ضغط الثلاثه بونت، تحت ضغط اسم نادي الزمالك الكبير. لو انت ما عندكيش المواصفات الشخصيه دي انت لا تصلح تلعب في نادي الزمالك. صحيح، لان هو لعيب الكوره اصلا اتعمل عشان يلعب تحت ضغط. لعيب الكوره الجامد القوي ما بتستحملش، احنا لسه عشان كده ما بيكملوش. انت النهارده بيتفرج عليهم خمس تنفار الناس بتتخض. طب احنا كاتشنا على 60,000 ضد الزمالك والاهلي واحنا في الجون، بتقفي قدام جماهير 60,000. لو انت مش قويه طبعا طبعا فاللعيب واللعيب بالنسبه للحاله النفسيه، انا شايف ان الراجل بيتعامل نفسيا كويس جدا مع الراجل مع اللعيبه وهو قريب من اللعيبه الاثنين. وهو كان عامل محاضرات مع كابتن بدر. يعني انا شايف ان شخصيته تحس ان هو قريب مننا كده وفاهم الدنيا وفاهم المصريين بيتعاملوا ازاي. وهو دمه خفيف وبيعرف يلم الناس. بنشوفه في المحاضرات الفنيه بيتعامل ازاي مع اللعيبه، يعني تحسه فاهمهم وهم فاهمين. هم معظم البرتغاليين كده. تحس انهم قريبين مننا قوي. فالحته النفسيه دي لا، هو بيتعامل نفسيا كويس. بس في حاجات انا كنت عايز اقولها ونفسي فيها، ان الفتره دي فتره حساسه جدا بالنسبه لنادي الزمالك. فتره التقييم دي، انت النهارده احتمال الكود يتفتح واحتمال الكود ما يتفتحش. فتقييم اللعيبه مين هيقعد معاك ومين مش هيقعد معاك، دي فتره كويسه جدا. بالنسبه ان الماتشات اللي متقبله اللي فاضله بالدوري دي لازم نشوف فيها مين هيقعد ومين هيمشي. لكن ما ينفعش ناس ما تشافش. حتى لو انت واخد قرار في ان سين يمشي لازم تبروزه بشكل كويس عشان النادي يقدر يسوقه بشكل كويس. صحيح. لكن انا مش بقول فلان ده انا مش عايزه وما بلعبوش فمش هعرف اسوقه. فلازم الجزئيه دي مهمه جدا، ان هو يبقى في تقييم لكل الناس اللي موجوده. فاللي هيقعد معاك يبقى ليه حساباته كذا، اللي مش هيقعد معاك يبقى ليه حساباته ازاي اسوقه، ازاي ابرزه، ازاي اظهره للناس عشان اعرف اسوقه بشكل كويس. طبعا الحاجه الثانيه لازم اشتغل اشوف ايه النواقص اللي عندي وابتدي اجهزها من دلوقتي. عندك مشاكل كتير في نواقص كتير في فرقه، اظهره، سردباكات، ديفندر سته مع دونجو كتير جدا. مع دونجا لازم واحد سته تاني. ما ينفعش دونجا مثلا ما يجيب تبقى في مشكله. فانا اشتغل على نواقص وادرس الحاجات اللي هي اللي ناقصاني. يعني انت نادي الزمالك مطالب ببطوله طول الوقت. احنا كابتن احنا عندنا نقص عددي، عندنا شيكابالا وعندنا فتوح وعندنا الونش والزناري ومنسي، عندنا كميه يعني غيابات للاصابات كبيره جدا. ازاي نتعامل في المباريات في ظل الغيابات دي؟ غيابات هو في حلول. الحلول
اولا ان انت صعدتي ناس من قطاع الناشئين واللعيبه مميزه، ومع الوقت خدوا فرصه هيبقوا لعيبه كويسه مع اضافه لزمايلهم اللي هم طلعوا قبل كده اللي كان ربنا كرمني وانا طلعتهم. الحاجه الثانيه ان انت تجيبي نوعيه لعيبه زي محمد شحاته، دي مهمه جدا. لا بالحقيقه عايزاك تكلمني عنه. ما انا هقول لك الكواليتي ده بيحل لك مشاكل كتير. يعني ايه زي محمد شحاته؟ مش عشان هو لعيب كويس، ان هو بيلعب في اكتر من مركز. فانا لما اجيب اثنين ثلاثه في الفرقه زي محمد شحاته اللي هو بيلعب ديفندر ويلعب باك رايت، يلعب ديفندر ويلعب باك ليفت، يلعب ديفندر ويلعب لك سيرد باك. فدي النوعيه دي انا يعني عاوز اقول لهم كلمه، انا تملي باجي اختار اعمل تشكيل فرقه بكون مسؤول، بحاول اجيب نوعيه لعيبه اللي هي تسد لي اللي بتلعب في اكتر من مركز. ليه؟ عشان لما تحصل ظروف الاصابات، عشان ما تحصل، هم دول يحلوا لك المشاكل جوه الفرقه. محمد شحاته من ساعه ما جه انا جيت قلت هنا لعيب كويس قوي، لانه لعب شفته في قطاع الناشئين قبل ما يطلع درجه اولى، لعب ضدنا كتير، فلعيب مميز جدا كويس قوي. شوفي كمان سلوكيا عامل ازاي، شوفي تحت الضغط بيتصرف ازاي. علاوه على ان هو الولد عنده مجهود عالي جدا، متحرك جدا، لسه صغير، عنده رغبه كبيره جدا انه يعمل حاجه لجمهور نادي الزمالك. لعيب مميز، لعيب منتخبات، انا كمان دي مهمه جدا، انا جايب لعيب بتاع منتخبات، هو لعيب تقريبا في كل حاجه يا كابتن، يعني اولمبي وشباب وفريق الاول. دي مهمه، لما اجي اجيب لعيب بدأ يلعب تحت ضغوط، ليه؟ ان هو متعود على الضغوط، راجل منتخبات. لكن لما بجيب لعيب من مثلا درجه ثانيه ولا بتاع، عقبال ما بيتاقلم على الضغوط دي بياخد وقت كبير. صحيح. انت عارفه يلعب يعني ايه يلعب في نادي الزمالك، في ناس بتتخض. فانا عايز النوعيه بتاعت شحاته اللي هي لعيبه سلوكيا كويسه جدا، فنيا عاليه جدا، مستقبل، مستقبل كبير كبير، ربنا يحفظه. لكن هو لعيب مميز جدا ومكسب كبير لنادي الزمالك، وهو معظم اللي جم لعيبه كويسه على فكره. صحيح. يعني طيب. احمد حمدي، ناصر، طبعا عبد الله بره التقييم، عبد الله لعيب كبير، وفي ناس هو مش واخده حقها في من الولاد الصغيرين زي سيف، فاروق جعفر، مش عارف هو ليه مش باصص له، والله اعلم، يعني هو ادرى بالموضوع. يعني برضه سيد نيمار المفروض ياخد مساحه اكبر من كده. في عندك بره حمدي علاء ده من ولادنا، وفي حسام اشرف من ولادنا، يعني في سهل جدا ان هو يعمل اعاده تقييم وتقويم للفرقه ويعمل سكواد كويس جدا. طبعا. خلي بالك عندك مشكله ان الفرق الكبيره اللي عندها دكه كويسه هي دي اللي بتنافس. احنا جت علينا فترات الدكه كانت كويسه، وبتيجي علينا فترات الدكه مش بتبقاش كويسه، فالدكه مش كويسه دي ما بتعملكيش حلول كويسه اثناء المباراه. طب بمناسبه كلامنا عن شحاته، لان حضرتك كنت لسه بتتكلم عنه، عايز اعرف رايك كده في تفعيل بند شراء محمد شحاته مقابل 10 مليون. من احسن الحاجات اللي عملها المجلس. فرق بشكل كبير جدا. انت عارف الراحه النفسيه للعيب، ان هو يحس ان مستقر نفسيا. انا في النادي ده 5 سنين، هتلاقي الحته عالي جدا فنيا ونفسيا، هي دي بقى الحته النفسيه. انت ريحتيه نفسيا، انت خلاص انت معانا 5 سنين، صح؟ فدي بتفرق معاه في الاداء الفني عالي جدا جدا. صحيح. جدا. دي من الايجابيات اللي عملها، من ضمن الايجابيات الكتير اللي عملها المجلس. مجلس يعني. الاداره. طيب انا عارفه يا كابتن ان انت من انصار تثبيت التشكيل، لكن في الفتره اللي جايه، يعني شايف في المباريات في ظل الغيابات وفي ظل الاصابات اللي احنا بنعاني منها، شايف الفتره اللي جايه الاحسن ان احنا نعمل روتيشن ولا ان احنا نفضل بالتشكيل بتاعه؟ لا، الثوابت ما فيش خلاف عليها. لكن الروتيشن بيتعمل في حدود. تمام. اللي انت ممكن تقسمي الروتيشن، ممكن ناس تبدا وناس تغير. صحيح. يعني انت ممكن تبدأ بثلاثة وهتغيري ثلاثة، ادي 6 كفاية قوي. لكن عدم التثبيت ده بيعمل مشاكل فنية رهيبة في الفرق. لكن لما النهاردة انا هاجي ابدأ بثلاثة محضرهم كويس جدا، لما كل خطة العب واحد ادي 3، هتيجي تبدلي عندك 5 تبديلات. لما تغيري 3 برضو، صح؟ صحيح. هيبقى عندك 6 غيرتيهم، يبقى انت كده عملت روتيشن للفرقه كلها، وبقى الفرقه كلها في حاله بدنيه عاليه جدا، وشفت الناس كلها. يعني انت شايف 3 و5 تغييرات، 8. طبعا كتير. خلي بالك مش لازم الخمسه يبقوا جداد يعني. لكن ممكن انا ايه العب بقى حسب نتيجه المباراه، المباراه دي تتحمل فلان وما تتحملش فلان، لكن ما اجيش ولد صغير احطه في وقت مش مناسب ليه هحرقه. لكن لازم لما اجي احط ناشئ احطه في وقت مناسب، ان هو الولد ما يبقاش متوتر ويلعب لعبه، لان دي لسه بدايات، ويظهر بشكل كويس، تكون الفرقه في حاله كويسه. لكن لما احطه في حاله صعبه واطلب منه حاجات كبيره ان هو يكسبني، الموضوع بيبقى صعب على الولد. طبعا ضغط، بيبقى ضغط كبير. طبعا. فالشيفتات في حدود، علشان ما تبوظيش الريتم بتاعك، وما تبقى الكيرف بتاعك ماشي في الانتصارات وتلاقي نفسك رجعتي بسبب الروتيشن اللي زياده عن اللزوم. صحيح. طب لو بنتكلم على الروتيشن وعلى التبديلات والتغييرات، احنا سؤال حلقتنا النهارده كان بيتكلم على لو انت مكان المدرب، مين من اللعيبه الشباب اللي انت ممكن تدفع بيه في مباريات فاركو؟ رايك ايه بقى في سؤال حلقتنا النهارده يا كابتن؟
لا رأيي في الولد في ناس كويسه اللي هو عايز اشوف اللي هو عمار ياسر بفتره كويسه، عايز اشوف صفر وجعفر، عايز اشوف مهاب بتاع الداخليه ده الاشول ده لعيب كوره كويس قوي مهاب ياسر وعجبني توظيفه في حته الباك ليفت ده، ممكن لو هو اشتغل الحته الدفاعيه دي زياده ممكن يبقى مكسب كبير في الحته اللي دي. اللي توظف الباك ليفت ده كان محمد عاطف على محمد عاطف ده لو محمد عاطف كورته كويس قوي وبعدين خلي بالك في الكوره الحديثه دلوقتي لازم الباكين دول يبقوا لعيبه كوره زي فتوح كده، فانا ممكن اعمله اشغله على الحته الدفاعيه دي وانا اعمل منه باك ليفت كويس جدا، بس حته ايه ازود له واحد دفاعيه شويه في الشغل واعمل حاله كويسه، لان انت النهارده ما عندكيش بديل لفتوح. صحيح. فانا عايز انا ليه الناس فتوح دول لعيب كبير، لان فتوح اصلا طول عمره وهو صغير لعيب مهاري طبعا وبنشوفه يعني بيلعب نص ملعب وبيلعب طبعاً. فانت عايزه تعملي حد بدائل، فده ممكن اقرب واحد هو نضاي عنده مشكله في حته يعني كويس في الحته الاماميه، انما ورا مشكله كبيره ما عندوش حته دفاعيه كويسه. فانت لازم توظفي في الظروف اللي انت فيها دي حد يبقى بديل ل فدول ممكن ياخدوا ويشوفوا. محمد ياسر ده بتاع فلسطين عايزين نحكم عليه فممكن بعض الماتشات ياخد، بس هو مشي خلاص يا كابتن ياسر حامد مش راح فين؟ اعلن نهايه تعاقده مع الزمالك طبعا بالتراضي ومشي بحثا عن فرصه ثانيه للمشاركه. طبعا ما انا شايف من ساعه ما جه ما خدش فرصه، فلو ما فيش قناعه بيه يبقى يفضي مكان للناس افضل. وعندك في ناس كتير في قطاع الناشئين لو خدت فرصه تبقى كويسه. صحيح. لا احنا عندنا في قطاع الناشئين كتير جدا طبعا دي حقيقه. طيب لو عايز ارجعك تاني لابراهيم انضاي عشان حضرتك اتكلمت عنه شفته ازاي في بالمشاركه في مركز المهاجم الصريح؟ بص هو مجتهد جدا. في ناس كتير هو مجتهد بس عنده مشاكل ايه؟ هو عايز يعمل كل حاجه في الكوره. ما عندوش ترتيب في افكاره. فتلاقيه بيفكر في الحاجه بيفكر في اتنين قبل واحد. لكن هو مجهود عالي جدا، عنده روح، عنده قلب يعني في الحته اللي امامه بيبقى انتاجه افضل. اللعب كمان راسي. عنده جنب عالي جدا وهو متحرك ومجتهد. انما هو عايز بس يرتب افكاره شويه، تحس ان هو مستعجل ان هو يقول للناس زمالك انا لعيب كويس، عايز يقول لزمايله انا لعيب كويس، فحته عدم ترتيب الافكار دي عامله له في حته تسرع شويه في قراراته، في تسرع في قراراته. لكن هو لعيب مجتهد جدا جدا وانا شايف ان هو يعني مش وحش. طب تفتكر ممكن نشوفه بكره في مباراه فاركو في برضو مركز المهاجم الصريح؟ ممكن جدا ممكن من وجهه جدا. نظرك ممكن. ممكن لانه كمان يعني قدم مستوى مميز. لا وهو كان كويس الماتش اللي فات يعني غير ان هو جاب جول، هو اداؤه لما رجع من الاصابه مش وحش ومجتهد. طب عايزك تكلمني على محمد صبحي بقى يا كابتن، خصوصا ان احنا طبعا يعني تم تجديد عقد الحارس، فعايزك تكلمني عنه خصوصا ان هو سنه صغير جدا وبرده بيتعرض لانتقادات كتير. عايز اعرف منك كده شايف محمد صبحي ده مفاجاه، انا كنت هجيبه 2014 وهو كمان قدم مستويات مميزه جدا. لا انا كنت هجيبه وهو عنده 17 سنه كنت بلعب بتروجيت ماتش ودي وانا كنت ماسك ال 99، كنت لسه جاي من الدوري ممتاز وعجبني جدا رغم ان انا كسبت ماتش ده 4-0، بس شال حاجات بتاع واحد موهوب. في حاجه مهمه جدا، انت لما بتجيبي اولا من المكاسب الكبيره للمجلس برضو ان هم جددوا له وخلصوا الموضوع ده، لان انت عندك مشكله في الحته دي. طبعا محمد صبحي لعيب منتخبات ولعيب موهوب، محتاج يركز بس ومحتاج ثقه. يركز. هو الفتره الاخيره بصي بيبان على اللعيب اللي مركز في شغله واللي مركز بره شغله. هو ما كانش مركز بره شغله، هو ما كانش مركز في شغله، كان ولا يمكن ده بحكم ان هو سنه صغير ما كانش لسه عنده ثقه كبيره. لا الوم عليه، لا ده راجل منتخب الاول وراح المنتخب الاولمبي. لا 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 فيش الكلام ده، انت ده وصلت لمرحله ان ربنا اداكي في سن صغير ولعبتي درجه اولى، تكون قد المسؤوليه الكوره دلوقتي مش في ملعب بس، الكوره بره الملعب. انت بتدير تدريس ازاي؟ هتاكل ازاي؟ هتشرب ازاي؟ هتنام ازاي؟ علاقتك بالاعلام ازاي؟ هتطلع امتى تتكلم؟ هتطلع امتى ما تتكلمش؟ شغل كوره بروفيشنال. صحيح. لا وهو كمان اتكلم وقال انا بوعد الجمهور في الفتره اللي جايه ان شاء الله اكون مركز في الملعب وبس، وبعتذر كمان عن اي فتره. وقال انا غلطت في حق نفسي. طبعا راجل بيروح منتخب كبير درجه اولى المنتخب الاول وبيقعد، وكان في اي وقت ممكن يشارك. مميز جدا. هو موهوب. موهوب. هو مكسب كبير. مكسب كبير لان الاداره خلصته
وعبال ما يخلصوا عواد ويبقى في استقرار في الحته دي، لان الحته دي خطر جدا. دي حقيقة هو لعب لكن هو مكسب كبير للزمالك. طبعا مكسب كبير واحنا محتاجين كمان. وانا بقى انا منتظر منه بقى اداء افضل من كده بكتير ان شاء الله، اكيد هيقدم اداء احسن من ده بكتير. طيب لو ارجع معاك بقى المستر خوسيه جوميز، عايز اعرف منك شايف ادارته ازاي للمباريات، وشايفه لغايه دلوقتي احنا اتكلمنا مع بعض ان في انسجام انا وانت يا كابتن، قلنا ان في انسجام بشكل كبير جدا مع اللعيبه وانه فاهم اللعيبه واللعيبه فاهماه، ولكن شايف ادارته بقى للمباريات ازاي؟ هو إدارة المباريات يعني هو عنده أفضل من كده. هو طبعا كويس يعني في مباريات المباريات الكبيرة بتبان، هي بتبان المدرب. فهو هو مدرب كبير ومكسب كبير لنادي الزمالك. وحتة الاستقرار مع اللعيبة والحالة اللي موجودة دي هتساعده نفسيا إن هو يأدي أفضل من كده بكتير. لأن إحنا مطالبين ببطولات، مش وهو مع جهاز والجهاز كله متفاهم مع بعضه الحمد لله، ومعهم كابتن عبد الواحد السيد، فشايف في حاله انسجام فوق، لان من حاله الاستقرار بتاعه الاداره طلع على الجهاز الفني وفي انسجام بينه وبين الاداره. واتمنى ان هو السنه الجايه يعني تبقى الامور بالنسبه له الفنيه اعلى من كده واحسن من كده. احنا عايزين نلعب في بطوله افريقيا الدوري، وعايزين دوري، وعايزين كاس، وعايزين اي بطوله بنخش فيها الزمالك يرجع للبطولات زي الاول ان شاء الله. وهو عنده المقومات رغم الامور الماليه اللي مش ميسره، لكن الامور الفنيه لحد ما يقدر يشكلها، عنده خامات يقدر يشكلها طبعاً. ويقدر يبقى عنده نتائج ان شاء الله ايجابيه باذن الله. دي حقيقه. طيب اخيرا يا كابتن قبل ما ننهي حلقتنا، عايزه بقى منك رساله للعيبه في ظل طبعا الضغوطات الكتير قوي اللي اتكلمنا عليها دي، عايزه رساله كده للعيبه قبل مباراه فاركو طبعا ان شاء الله. انا بقول لعيبتنا الزمالك لازم تعرفوا ان انتوا بتلعبوا في نادي كبير، وانتوا مطالبين بكل مباراه ان انتوا تكسبوها، مطالبين بكل بطوله ان انتوا تكسبوها، والمواضيع دي كلها بتحتاج تكاتف في غرفه الملابس، وانتوا رجاله وكلنا ثقه في لعيبه نادي الزمالك، وكلنا ورا لعيبه نادي الزمالك، وعندها امل كبير جدا ان انتوا الفتره اللي جايه تبقى يعني ناخد كل البطولات اللي جايه، واملنا فيكم كبير جدا، وكلنا ثقه في كل اللعيبه اللي اي حد بيلبس نادي الزمالك احنا وراه. عندنا ثقه فيه طبعا. وهم ناس مجموعه محترمه جدا وسلوكيا وفنيا، ومنتظرين منهم الكتير الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله. يعني كابتن محمد حضرتك شرفتني ونورتني الوقت جري الحقيقه، بشكرك جدا لوجودك معانا. الله يخليك، انا اللي سعيد اللي كنت معاكي، ودايما موفقه ومنوره القناه. بشكرك شكرا جزيلا بجد يا كابتن. يعني بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، كان منورني الكابتن محمد مصطفى ممس نجم نادي الزمالك السابق، وطبعا كل التوفيق ان شاء الله، بنتمنى يعني كل التوفيق نادي الزمالك في مباراة فاركو، نشوف أداء إن شاء الله مميز ويفرق أكيد معانا كلنا كجماهير زملكاوية، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من نهاركم.